حلقة جديدة من هاشم غير اليوم بدي رحب فيكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. هاي سارة. هاي مو، كيفك؟ تمام وانت؟ انا كثير محمس بلشين الويكند مع بعض اليوم 100%. انا كمان وانت وشادي. صح. بس قبل ما نبلش اور سيجمنتس اليوم وي هاف ا فيري سبيشال جيست معنا، هند عبود من هاي كارد. هاي هند، How are you? نحن كثير مبسوطين انك معنا. حنكون عم نحكي عن هاي كارد، اتس ا نيو اي كوميرس ويب سايت هذه السنة عم نسمع عنه، خبرينا اكثر. HiCard.com مثل ما انت قلت اتس اي كوميرس بلاتفورم الاول بلبنان. نحن عنا variety of products موجودين على الويب سايت. اليوزر فيه وين ما كان بلبنان وبأي ساعة كان 24/7 بيقدر يفوت يعمل order على HiCard.com ومنوصل له إياه محل ما بيكون بلبنان. هلا الدليفري بتكون between 1-3 business days حسب هو الشخص وين ساكن بأي منطقة. Whenever هيدا الكاستمر بيعمل اوردر بقيمة $50 وأكثر بتطلع الدليفري free of charge. وكمان يعني الكاستمر فيه يدفع كاش اون دليفري، لانه بتعرفوا بلبنان بعد ما نكون كثير معودين على الاونلاين بيمنت على الويب سايت. مع انه هي كثير هينه هند، يعني خصوصا بهاي كارد. يعني انا ايوز هاي كارد ودائما بشتري كثير امرار غراض من هاي كارد، بيوتي برودكت، يعني كل القصص اللي موجوده، تكنولوجي برودكت، ديفايسز، موبايل، هالقصص تك. منا شيء، يعني هي بتحط فيه رقمين الاكسبيري ديت والايشو ديت ورقم الكارت، وها هي وهي توتالي سكيور. يعني العالم ما لازم يعتروا هم انه عم ندفع بركن سرقت الكارت او هيك، اتس 100% سكيور. بس انه كمان انه بدنا نشوف التراديشنال ستيت اوف مايند تبع العالم اللي بعدهم بلبنان، سو اكيد نحن بنقدم لهم كاش اون دليفري. واذا اوبشن بريحهم، اكيد اوبشن اللي بتريحهم. وكمان انه اللبناني بيحب يشوف البرودكت، بيحب يفتحه، بيحب يجرب. فكمان نحن عندنا انه اذا شاف البرودكت وما عجبه عنده 3 ايام ليرده، وفولي ريفاندد، يعني فينا نرد له السعر كامل اكيد اكسكلودينج الدليفري فيه. بس انه وكمان في برودكتس ما بينردوا، يعني نحن بالريفاند بوليسي تبعنا بيقدر يعرف اي برودكت بينرد واي ما بينرد. اوكي هند، بدي اسالك، هلا انت عم تقول انه في عندكم انتم كثير ايتمز، شو الكاتيجوريز اللي عندكم؟ يعني مثلا في عندكم اشياء انتم ليميتد فيها ولا كل الاشياء الموجوده؟ انا كل شيء تقريبا، يعني عندنا بيبي اند تويز، العاب للاولاد، في عندنا اغراض للهوم والكيتشن، في عندنا ليكرز هلا فتحت جديد، فاشن رح تفتح قريبا، عندنا البيوتي برودكت ما حدا مسخرها. حتى انا اصلا سامع عن هاي كارد ثرو تكنولوجي، يعني مثلا وقتها حدا بده يغير تليفونه دائما بسمع انه في الايفونز، في كمان غيرهم من البراندز كلياتهم موجود على هذا الويب سايت. والحلو انه دائما بيكون في اوفرز، يعني دائما انت بتكون عم تلاقي عم تجيبي ديل، مش بس عم تجيبي هذا التليفون، بيكون بيجي معه شيء اكسترا. كل قد ايه بتعملوا ديلز؟ دائما في عنا ديلز، يعني دائما بنجرب انه تو اوفر ذا بيست برايسز، بالافضل اسعار بالسوق. كل يوم عنا كامبينز، وخصوصا اخر الشهر. وكمان في عنا دبل ديز اخر الشهر، في عنا كامبين هاي معاش اللي هي مساقبه هلا مبلشه. هاي معاش لازم تكون هلا هي هاي معاش، لانه بس تقبضي دغري نحن بنركض بنروح بنعمل شوبينج وبنشتري اغراض وهيك. فنحن عم نساعد شوي العالم انه يشتروا بطريقه سمارت، يعني الاخبار اللي المفروض يشتروها هن بينزلوا على السوق ليجيبوها، نحن بنعطيهم سعر ارخص عنا، وهيك ما بيصرفوا كل معاشهم باول يومين من الشهر. فالكامبين بتبلش بكره وبتنتهي باثنين الشهر. كل اخر اربع ايام من شهر يعني بنعملها نحن. بنعمل up to 60-70% على براندز، على سيلكتد ايتمز، يعني اكيد سيلكتد ايتمز بس ريلي ويل نون براندز اللي العالم دائما بتشتريها. ومثل ما قلنا انه دائما الاسعار بتكون ارخص من وين ما كان، ودائما فري دليفري. كل ما يكون في عندنا كامبين بنعمل فري دليفري على كل الايتمز اللي موجودين. شو قصدك بكامبين هند؟ يعني اليوم هاي كارد، يعني فيكم عندك كامبين يعني هاي معاش مثلا، كامبين عن هاي معاش، او كامبين شيء جديد انت نزلتوه؟ هي نحن بس نقول كامبين، يعني شيء نحن يعني ما في هاي معاش بولا محل. اوكي هاي معاش هي دايركتلي ريليتد تو HiCard.com. مثل ما عندنا دبل دايز، كمان هاي كارد معروفه اكثر بدبل دايز. دبل دايز نحن كل مثلا 4/4، يعني 4 ابريل، 5/5، 6 حزيران، هيك دائما بنعمل بيج كامبين، يعني بنعمل سيلز
والعالم دائما بتنطر يعني هلا بس نزل ايتم بيكتبوا كومنت انه نحن ناطرين الدبل دايز كرمال كرمال نشتري يعني دائما العالم صار يعني صاروا يرددوها لانه بيعرفوا انه دائما عنا اسعار كثير منخفضه يعني غير عن غيرنا. هند بدي اسالك انت امتى بلش الويب سايت؟ امتى ات واز اوبن تو ذا بابليك؟ ان نوفمبر 2017 يعني هلا تقريبا حيصير لكم شي سنه؟ قال رد بعد شهر من بيصير لنا سنه وال تفاجأنا كيف انه العالم دغري تعودت على ثقافة الاي كوميرس اذا فينا نقول صار في عنا اكثر من مليونين فيزيت على الويب سايت. واو هيدي باقل من سنة هيدا شيء كثير عن جد اميزنج يعني خاصة انه فكرة الاي كوميرس عنا بلبنان بعد ما في عنا منها يعني ما كثير هلا شوي عم نتعود عليها هلا الناس عم بفوتوا بهيدا الفكرة فانتوا اذا بدك انتوا سباقين بهيدا الشيء مزبوط وزيادة كمان انه جربنا نشتغل على كل شيء العالم هي بتقدر تعوزه يكون موجود اونلاين يعني وزيادة نحن عنا عجقة سير بلبنان فجربنا شوي نهونها على العالم بدل ما تنزلوا تعلقوا بعجقة سير قعدوا ببيتكم محل ما بتكونوا فيكم تطلبوا اللي بدكم اياه وبيوصل لعندكم على البيت مش بس هيك كمان بعرف انه يو كان تراك الاوردر تبعك يعني مزبوط. مثلا انت اذا يو اوردرد اكس برودكت انت فيك مثلا لانه بين نهارين وثلاث اذا ما اجى بين ثلاث ايام في شغله بتفوت عليها بتشوفي يور اوردر وين صار اذا اتس باكينج لا مزبوط وحتى بس يمشي الدليفري جاي فينا عاملين شيء مع جوجل مابس فيكم تلحقوه وين صار الدليفري جاي لحد ما يوصل لعندكم على البيت والشيء المهم انه نحن كل البرودكتس تبعنا عندهم ورنتي يعني كله مكفول وكلهم جينيون برودكتس يعني برودكتس اصليين ما بنجيب شيء منه مزبوط او مش اصلي وهيدي كثير مهمه لانه كثير صرنا شايفين على خصوص السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا مفتوح للجميع بنشوف بيجز مثلا بيجيبوا بركه بضاعه تهريب او بضاعه يمكن منها مضبوطه منها اوثنتيك وبيبيعوها وانت بتاكل الضرب بس توصل يعني اليوم بهاي كارت انه انت اليوم واثقه 100% انه هدول البرودكت 100% اوثنتيك سو انت يو فيل فري تو اوردر وخلص انه تستعمل هذا البرودكت از اف انه لان هو مضبوط يعني مضبوط وحتى يعني اذا ما عجبوا البرودكت مثل ما قلنا في رده يعني حتى عطينه هيدي هالشغله للكاستمر كرمال يكون مرتاح يعني هذا اهم شيء عندنا انه الكاستمر يكون مبسوط ومرتاح وملاقي الشيء اللي بده اياه. هل بدي اسالك تحت الهواء كنت عم تقولي لي شيء كثير مهضوم انه اذا انا هلا بدي اشتري جيفت وبدي ابعتها لحدا از ات بوسيبل هيدي ثرو هاي كارت ولا أكيد. لا؟ اكيد اتس بوسيبل وخصوصي للاشخاص اللي ساكنين برات لبنان على بالهم مثلا على مادرز داي يبعتوا كادو لامهم فيهم يطلبوا من عنا وبيحطوا انه زي كان رابت حتى بنغلف لهم اياها وبنحط لهم كارت فيها وبنبعتها جيفت وحتى بلبنان يعني اذا عيدك ساره بجيب لك كادو فيها تبعت لك ثرو هاي كارت وعلى فكره انت فور يور بيرد هلا في عندنا صار برودكتس كمان بيرد اويل لكل الشباب اللي بيحبوا يعني ديتيل برودكت كمان كاتيجرايز كل شيء باي كاتيجوري طب عندي سؤال مثلا انتم قولي مثلا هلا في كريسماس جايه هالوين بتعملوا لاين برودكتس خصوصي لهالكاتيجوري يعني انا اليوم فالنتاين مثلا بدي فوت ام ماذرز داي بلاقي ايتمز او بدي نكش بالبراندز وبدي اعمل او بكون عندي اكيد دائما على كل cool. على كل شيء يعني مثلا على كريسمس بنفتح جيفت شوب بتفوتي بتنقي بنحط لك مثلا جيفت اندر 100 دولار بركي انت انا بادجت ما فيك كثير فكل شيء لا دائما يعني كل شيء واضح وكثير البلاتفورم عندنا يوزر فريندلي يعني حتى الابلكيشن اتس gonna be launched soon بس اذا بدكم تفتحوا على البراوزر اتس ريلي يوزر فريندلي بلاتفورم يعني هي اليوم واحد يطلب عليها هي نشوف الايتمز عليها باي كاتيجوري مرتبين كل قسم بقسمه سو ولا شغله نحن هلا بنلاقيكم هاي كارد لنشوف لا تشوف شو بدنا نجيب اذا بدي فوت على المطبخ بس نحن بنلاقيكم على highcard.com على السوشيال ميديا وين موجودين highcard اونلاين بس تكتبوا highcard اونلاين they can follow us بيشوفوا كل الاوفرز ودائما نحن مرات بنجرب نجيب برودكتس اول شيء موجودين بلبنان يكونوا موجودين عنا على البلاتفورم وفيهم كمان يحكونا على 0454999 كمان على واتساب يعني هذا الرقم هو ذاته واتساب اذا حدا عبالي بس عندي سؤال هيك بس اخر شيء انه مثلا في اكسبرس دليفري مثلا انا اليوم راح على عشاء وضروري عايزه مثلا ما بعرف كادو اخده معي قنينه او شيء حيلا كادو للبيت او وات ايفر في اكسبرس في اوبشن هلا بمعنا الاوبشن بس فيك تقولي لنا ونحن بنقدر نجرب قد ما بنقدر okay. يعني نوصل لك اياها انت الاكستنت يعني حسب من وين البرودكت وانت وين قاعده بس انه اكيد يعني قد ما بنقدر بنجرب نكون بنساعد الكاستمرز كرمال انه يكونوا okay. مرتاحين وانت كنت عم تقولي سون حيكون في اب يو جوينغ تو بي لانشينغ ان اب سون ان شاء الله قريبا مفروض اول السنه تكون okay. الاب ريدي
and ready to use. أكيد هوفلي هلا صراحة عن جد هيك حمسينا اليوم متى أنا كل اللي عم يحضرونا hikart.com سهلوا عيشتكم فوتوا عملوا شوبينج من هذا الويب سايت كل شيء بدكم إياه موجود هنيك مع كمان بلس في أوفرز ف don't miss هذا الشانس وأنا I'm looking forward لهيك لنشوف شو في بعض أوفرز هلا جاي السنة خاصة هلا قربنا هوليديز هلا بركي كمان باك تو سكول بيكون شيء باك تو سكول كولكشن هالوين كريسماس عيد مو وحتى كمان بدي اقول انه على 0454499999 بيقدروا هن يحكوا مع حدا على واتساب من عندكم او حتى يدقوا على التليفون اذا بدهم شيء الكاستمر سيرفيس تيم كثير مهضوم دقوا لهم بهاي كارد تيم يعني عن جد كثير مهضومين وكثير هيك ايزي جوينج وبيفسروا لايك ليترلي كل شيء ثانك يو هل شو في بلانز للفيوتشر؟ Plans for the future, hopefully, ما نفتح على لوفان إن شاء الله. Our second step. بس هيك شوية تنتأكد إنه كل شيء. أكيد طبعاً. كل شيء تمام والحمد لله يعني إن شاء الله مفروض. Soon. إن شاء الله تفني. هند أهلا وسهلا فيك معنا هون بالحلقة. نحن كتير كنا مبسوطين إنك معنا. تعرفنا أكثر على هايكارد شفنا هيك الفيسز بهند هذا الويب سايت خاصة إنه كنا سنة فترة عم نشوف نحن على السوشيال ميديا وعم نسمع عنه فحلو هيك نشوف مين بهايند هذا الويب سايت. Thank you. من هون نحن لما نكون عم تنسى.